السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده هنتكلم عن الباور ابس برينت فانكشن. ايه هي الباور ابس برينت فانكشن؟ الباور ابس برينت فانكشن انا بستخدمها داخل الكانفاس اب ان انا ابرنت الكونتنت بتاعي على النتورك برينتر او اسيف كبي دي اف. لو جينا هنا عندي دي الكانفاس اب بتاعتي. لو انا عاوز اطبع الفورم اللي قدامي دي البرينت هستخدم البرينت فانكشن. هي لحد الان انا بعتبر البرينت فانكشن ما هي الا سكرين شوتس للديتا اللي موجوده قدامي او الفيزبل قدامي في الشاشه اللي انا عايز اعمل لها برينت. طيب هبرينت ازاي؟ اول حاجه هنزل اي كنترول اضغط عليه علشان يفتح لي البرينت دايلوج، سواء بقى هبرينت في ليبل او ايكون او بطن او ايفر الكنترول اللي انت عاوز تضغط عليه او اليوزر يضغط عليه وهو بيعمل البرينت. انا هنا مثلا هنزل ايكون، في ايكون للبرينت بس الكلام بتاعها. هاجي هنا في الايكون دي في الاون سيلكت بروبرتي هقول له برينت بس كده، هي بتاخدش اي بارامترز ولا اي حاجه، مجرد نعمل ران للاب. لو جيت هنا عملت برينت هيفتح لي البرينت دايلوج للبرينتينج. هلاقي عندي هنا برينتر، هختار يا اما ان انا سيفها للبي دي اف او اختار البرينتر اطبعها على ورق. هنا اللي اوت عندنا تو لي اوت بورتري ولاندسكيب، تمام. وبعدين للاسف هي تيل ناو البرينت فانكشن مش بتطبع غير بيج واحده، وهنا بختار البيبر سايز بتاعي الورق اللي انا عايز اطبع عليه الفورم دي. في اوبشن هنا انا عايزه اقوله، لو انت شلت الباك جراوند جرافيكس هنبص نلاقي كل الستايلز بتاعتي اختفت، الستايلز بتاع سي اس اس والالوان او لو كان في صوره. تعالوا نجرب انسيرت ايمج. لو جينا عملنا ران للاب وضغطنا برينت، لو الاوبشن بتاع الباك جراوند جرافيكس مش ظاهر فهو مش هيظهر لي الايمجز اللي موجوده عندي في الفورم او الستايلز. لو انا عاوز اظهر الستايلز بتاعتي او لو كان في ايمجز فهختار الباك جراوند جرافيكس. وانس ان انا اخترتها فبيحط لي السيمز بتاعتي وبيحط لي الايمجز الموجوده في الفورم. نعمل لها سيف اس بي دي اف، تمام. الفورم بتاعتي اهي، لو تلاحظوا موجود هنا العلامه بتاع البرينت، انا عاوزه اخفي العلامه دي ما خلاش تظهر في البرينت، فهنقفل ده كده وهمسك البرينت ايكون وفي الفيزيبل بروبرتي بتاعتها بدل ما هي ترو هقول لها ما تظهرش البيرنت دوت برينت، البيرنت دوت برينتينج، او نفس الحكايه اقول نوت بيرنت دوت برينتنج او نوت السكرين، اسم السكرين اللي انا واقف عليها دلوقتي دوت برينتنج. كل الفورمولا دي هتادي نفس الغرض. لو جيت هنا اعمل ران للاب وضغطت على البرينت ايكون، المفروض دلوقتي تخفي لي البرينت ايكون من الشاشه بتاعتي. زي ما احنا شايفين البرينت ايكون اختفت من الشاشه بتاعتي. باي ديفولت الباور ابس عندي منزل لي تو سكرين، هنلاقيهم تحت خاصين بالطباعه اللي هي البورتري برينت واللاندسكيب برينت. ممكن استخدم اي واحده منهم وابدا بيها البرينت. فور اكزامبل لو جيت استخدمت هنا البرينت البورتري هلاقيه منزل لي فوق الليبل للبرينت وجهز على البرينت. احنا قلنا ان البرينت فانكشن بتاخد سكرين شوتس من الداتا الفيزبل اللي قدامي. نزلت عندي سكرين الجاليري ليكون هنأساين لها ده واخليه تايتل مثلا والسب تايتل، وهنزل البطن البرينت وفي الاون سيلكت بتاعه هقول له استخدمه للبرينت. لو جينا هنا رنينا الفورما لو لاحظنا فيه سكرول، لو عملنا برينت مجرد ان هيديلي سكرين شوت للديتا اللي قدامي وباقي الصفحه فاضيه عندي. حتى لو مثلا مشيت السكرول هنا وعملت برينت
هيجيب لي الداتا اللي انا موقف عندها السكرول. الحل المثالي بالنسبه لي في الحاله زي دي يا اما ان انا اكسبورت الداتا اللي موجوده في الجاليري هنا او في الفورم لو كانت فيها داتا كتير، يا اما اكسبورتها على PDF او على اكسل وباستخدام الباور اوتوميت واقدر من خلالها ابرنت من خلال الفايل بتاع الاكسل او الفايل بتاع PDF. والحل الثاني ان انا احول الفورم عندي ل HTML كود باستخدام الباور اوتوميت ومنها اقدر ابرنت كل الداتا بتاعتي. والحل الثالث ان انا اعمل سكيل للسايز بتاع الجاليري عندي بحيث ان هو يناسب معايا عدد الريكورد اللي موجوده في الجاليري، وهستخدم هنا اللي هو التمبلت هايت اللي هو ارتفاع السيل دي اللي قدامي دي. طيب لان لحد الان هم مش يبدو ان البرنت فانكشن مش عاملينها ان هي تبرنت الانتاير داتا كلها، لكن هي لو برنت حاجه سريعه مثلا فويس انفويس مثلا او فورم معينه او داتا اللي هي الكويكلي داتا اقدر ابرنتها بيها. تعالوا هنا نغير الهايت بتاع الجاليري دي. لو جينا هنا في الهايت هقول له اف كونديشن في حاله ان انا في البرينتنج اللي هي البيرنت بتاعي او اسم السكرين دوت برينتنج، في حاله ان انت ضغطت او فتحت البرينتنج دايلوج عندي اعمل لي ايه، خلي لي الهايت بتاع الجاليري ديت الجاليري 4 دوت، هلاقي حاجه اسمها تمبلت هايت هضربها في الكاونت بتاع الروز اللي موجود في الجاليري في الجاليري for all items. otherwise في الالس خلي لي الديفولت سايز بتاعها زي ما هو. في هنا ايرور اللي هي circular between the properties، ماشي نوت الاوت علشان هنا انا مستخدم الهايت والهايت، هي هتشتغل في فيرجنز قديمه، انا ممكن اثبتها هنا بدل ما اغير الفيرجن عندي، بس انا هثبتها فور اكزامبل مثلا لو انا عايزاه يبقى 40 هشيلها كلها واثبته ال 40. المقصود بيه الهايت بتاع السيل اللي معروض فيها الرو بتاع الداتا كده، بقول له خلي الهايت بتاع الجاليري دي هي الهايت ده في كل عدد الروز اللي عندي، فهيجيب لي الهايت المناسب للروز بتاعتي اللي هيكفي الروز. طيب لو جيت مثلا ارن مش هلاقي ان هو الدنيا مش الصح علشان انا لسه السكرين عندي صغيره زي ما هي. طيب فمحتاج اعمل ايه؟ محتاج امسك السكرين دي هي كمان وهاجي على الهايت بتاعها، وبدل ما هو كده هقول له برضو في حاله البرينتنج بس هنا هي البيرنت بتاع نفسها، فاقول له اسم السكرين بتاعتي اللي هي ايه اف السكرين 3. لو السكرين 3 دوت برينتنج لو هي في وضع البرينتنج هقول له خلي لي السايز بتاعها قلنا ال 40 بتاع التمبلت هايت اللي موجوده في الجاليري في عدد الروز اللي موجود في الجاليري جاليري 4 دوت اول ايتم. اذروايز خلاف ذلك نخليه بيساوي الديفولت هايت بتاع البيج اللي بتاخد الماكسيمم اب. ايه اللي عندي فيه مشكله؟ اف هنا انا عاملاها سمول وهي كابيتال. اوكي لو جربنا دلوقتي وعملنا لو لاحظنا هنا كام ريكورد 1 2 3 4 5 6 ريكورد، لو جربنا هنا وعملنا ران ضغطت البرنت، انا دلوقتي عملت سكيل للسكرين سايز والجاليري سايز على حسب الايتمز اللي بتاع، زي ما قلنا ان هيبقى برضو في ليميتيشن، هو زود لي عدد الايتمز اللي موجوده بس مازال عندي ليميتيشن على حسب السكرين اللي موجوده عندي. بصراحة لحد الآن البرينت فانكشن مش هتحل كل المشاكل، بس هي لو هستخدمها في برينت الحاجة سريعة أو فيزابل داتا موجودة قدامي بس عندها ليميتيشن زي ما قلنا. المحاضرات الجاية هنعمل نحول الفورمة اللي عندي ال HTML كود وعشان نحاول نطبعها، وكمان هنستخدم الباور اوتوميت عشان نبرينت الفورم فيها سكرول. شكرا، سلام.